مساء الخير. بهالحلقة الخاصة بأسبوع الآلام وبعيد الفصح حبينا نسلط الضوء أكثر وأكثر على المعاني الدينية والروحية يلي إلها علاقة بأسبوع الآلام والجمعة العظيمة. كل التفاصيل رح تتابعوها معنا بهالحلقة، ورح يكون معنا بكنيسة سانت تيريز الفياضية الأب عصام إبراهيم اللي هو خادم رعية القديسة تيريز الطفل يسوع بالفياضية، بالإضافة كونه أيضا خادم رعية مار يوسف حارة تحريك. وأيضا رح تشاركنا هالحلقة الفنانة باسكال صقر من خلال تراتيل صورت خصيصا لهالمناسبة. ببداية حديثنا لابد ما نعطي فكرة ولو سريعة وشاملة عن أسبوع الآلام بشكل عام، أو حتى زمن الصوم. شو بيعني زمن الصوم وشو أهميته بالنسبة للإنسان المسيحي وحياته اليومية؟ زمن الصوم هو زمن التوبة والعودة إلى الذات وإلى الله، وتحديد المسافة يلي بتفصلني عن الله، وبالتالي بتفصلني عن القريب. يعني قد ما بكون أنا قريب من الإنسان، من الأخ، من الجار، من حي الله شخص على الأرض، قد ما أنا قريب منه بالمحبة والتعاون، قد ما بكون قريب من الله. عشان هيك بزمن الصوم الكنيسة بتدعي المؤمنين لحتى يرجعوا يقرأوا حياتهم
وتصرفاتهم على ضوء تعاليم الرب وتعاليم الإنجيل المقدس. قديش فينا نغوص روحيا أكثر بموضوع الصوم؟ لأنه يمكن في بعض الأشخاص بيعتبروا أنه الصوم عن الأمور اللي بحبوها، في أشخاص تانين عندهم نظرة تانية. أكيد كلنا بنعرف أنه في صيام عن الأكل، في صيام عن أمور روحية أكثر، بس نحب نعرف منك بالتفاصيل أكثر أنه هالصوم على شو بيرتكز وشو أهمية الصيام أثناء هالصوم، يعني أكل معين أو بالأحرى مثلا ملذات معينة واحد يمكن بيحرم حاله عنها أو تفكير بأمور معينة. بتعرفي الصوم بيتضمن عدة أمور. قبل كل شيء مثل ما قلتي الامتناع عن الأكل عن الطعام لفترة معينة من نصف الليل حتى الظهر. تاني شغلي فحص الضمير، يعني محاسبة الذات حتى نشوف إذا أنا بعلاقتي مع الله بعدني أنا وفي ومخلص لتعاليم الرب. وثالثا بشوف تصرفاتي مع الآخرين، كيف عم بعامل الناس، كيف عم بتعامل معهم، هل أنا بعدني حامل اسم الرب وعم بنقل هالاسم للآخرين بشهادة حياتي. وفي شيء مهم بالصوم هو الصدقة، يعني عمل الخير، عمل الإحسان. إذا أنا بمتنع عن الأكل هو لحتى ساعد غيري من الناس يلي مش قادرين يأكلوا، من المحتاجين. عند إخوتنا الإسلام بيسموها الزكاة، عند المسلمين عند المسيحيين هي تأدية العشر، أقدم العشر من مدخولي لمساعدة المحتاجين. صح. هل ممكن الربط بين ولادة السيد المسيح بمغارة متواضعة وبين موته على الصليب؟ لأي مدى هون ممكن نلاقي ربط روحي ومعنى لهالشي، خاصة أنه كان في إكليل الشوك على راسه ترميزا كونه الملك اللي كان منتظر واللي تعرف المعنى كتير عميق، أنه بالنسبة لنا السيد المسيح هو ابن الله. نعم. اتخلى عن ذاته الإلهية بمحبة من الله ومبادرة منه ونزل على الأرض، ولد بمغارة في مذود بكل بساطة بعفوية تامة. الإله الملك يتجرد عن ألوهيته عن ملوكيته عن عظمته ويصبح إنسان بسيط حتى يماشي الإنسان بحياته بطبيعته الإنسانية التامة. أما كمان على الصليب حمل كل بشاعة الخطية البشرية، يعني قديش الخطية بشعة. تعرفي عدي الخطايا شو هن؟ القتل، الزنا، السرقة، الغش، الكذب، كل هالخطايا بشعة جدا بتشوه معالم الإنسان. كل بشاعة الخطية حملها بموتة وحدة، هي موتة الصليب اللي كانت أبشع موتة بالعالم، إنه إنسان يعلق على صليب.
السربل الذي وشح السماء الذي أعتق آدم في الأردن ختن البيعة سمر بالمسامير وابن العذراء نسجد لآلامك أيها المسيح نسجد لآلامك أيها المسيح نسجد لآلامك أيها المسيح عصام كلنا بنعرف انه يوم الجمعة العظيمة في كتير من الرموز تستعمل خلال هالنهار من الزيت وغيرها، يا ريت فيك تشرح لنا أكثر أهمية هالرموز وشو تفاصيلها. بتعرف انه الجمعة العظيمة هي أسبوع متماسك. الزيت اللي يستعمل نهار الجمعة لوضعه على جباه المؤمنين بيقول لهم الكاهن لشفاء النفس والجسد. وبينربط هالزيت يبارك نهار الأربعاء اللي بنسميها أربعة أيوب، من هون جاي صبر أيوب يستعملوا الناس. أيوب الإنسان اللي تعرض لكل أنواع المصائب وبقي محافظ على إيمانه بالله، وقت خسر كل شيء بممتلكاته حتى أبنائه حتى انضرب بجسده صار أعمى، صرخ وقال من خرجت من بطن أمي عريان وسأعود إليك يا رب عريانا، ليكن اسم الرب مباركا. يومتها الزيت يبارك، انه هذا زيت الحياة، زيت الشفاء، حتى الانسان يضل عايش مع الله مش بعيد عن الله حتى وقت المصيبة ما يكفر. من هون غصن الزيتون، الغصن الزيتون بيرمز للسلام، ولكن هو الزيتون بتعصرية هي علامة الألام، بس من الألام بيطلع الشفاء والفرج. بقى هذا زيت الشيء. نحن يوم الجمعة العظيمة لما يصلب السيد المسيح ويموت على أيدي الصالبين، بقى المؤمنين بيجوا على الكنيسة بيحتفلوا بهالمناسبة هيدي، بيصلوا للمسيح وبيبوسوا الصليب، بيقبلوا الصليب. هذا كثير مهم، انه هذا الصليب هو سبب خلاصنا، سبب حياتنا، هو جسر العبور الى الحياة. بذات الوقت بيحطوا الزيت على جبينهم علامة أنه الشفاء نفس وجسدهم من بعد مسيرة صوم 40 يوم. حكينا عن أربعة أيوب، في نهار خميس الغسل أو خميس الأسرار، كلنا بنعرف هالنهار قديشه مهم بالتحضير ليوم الجمعة يلي هو بالنتيجة يمكن نهار كثير مهم خلال كل أسبوع. في ورد بالكتاب المقدس بالإنجيل المقدس في آية بتقول نفسي حزينة حتى الموت امكثوا هنا واسهروا معي. يا ريت فينا نحكي أكثر عن خميس الأسرار، عن هالعشاء السري يلي حصل قبل بليلة أو ليلة اعتقال يسوع المسيح، وشو صار وشو أهمية هالآية اللي وردت بالإنجيل. تعرفي أنه قبل ما يعتقل المسيح من قبل اليهود والرومان عرف انه ساعته قربت، دخل الى بستان الزيتون الموجود بفلسطين، وهناك بلش صار في حديث بينه وبين الآب، تحدث حس بساعة الحقيقة بدها تجي، ساعة اقتربت. فقال نفسي حزينة حتى الموت، يعني حس خاصة شعر انه تلاميذه مش قادرين يسهروا معه، تعبوا
غلبهم النعاس وناموا. قال لهم تعوا سهروا، قالوا له من كل بد رح نسهر معك، ولكن طلع فيهم شافهم نايمين، حس حاله لوحده. يسوع الاله وانسان بكل معنى الكلمه. فقال هالكلمه هيدي، ولكن بيرجع بيقول لتكن مشيئتك يا رب. انت يا رب داوي جراحنا، قوي رجاءنا، ثبت ايماننا، لتكن مشيئتك. انت يا رب داوي جراحنا، قوي رجاءنا، ثبت ايماننا، لتكن مشيئتك. فرحنا آت، أنت قيامتنا. أنت يا رب داوي جراحنا، قوي رجاءنا، ثبت إيماننا، لتكن مشيئتك. أنت يا رب داوي جراحنا، قوي رجاءنا، ثبت إيماننا، لتكن مشيئتك. أنت يا رب داوي جراحنا، قوي رجاءنا، ثبت إيماننا، لتكن مشيئتك.